عرفت هتعمل ايه يا بسيم؟ عرفت، بكرة بالكتير هيكون عندي خبر سوزي وبالتفصيل كل حاجة، ايه اللي مخليها مصممة تعرف مكان البضاعة ومين اللي وراها. تحت امرك يا جلبهار. اهم شيء يا بسيم انك تخليها تثق فيك الاول. مش هي كانت بتثق فيك لما كنت شغال معاها في الكافيتيريا زي ما انت قلتلي؟ طبعا كانت بتثق فيا، وكان في موضوع بعت اثار كده حضرته لها. بس ايه يا بسيم؟ هي البضاعة هتفضل هنا لحد امتى؟ ما نعجل بخروجها من مصر، وبكده اللي هيبقى فيه خطر من سوزي ولا غيرها، وانا عندي استعداد اقوم بالمهمة دي لوحدي. قلت ايه؟ لوحدك من غير ابياري ولا سلطان اصحابك؟ لا لا، اخاف عليك يا بسيم. لزومهم ايه دول؟ واللي كانوا هياخدوه انا اخده، مش انا اولى منهم يا روحي؟ على الاقل زوج المستقبل القريب. طب يا بسيم سيبني افكر في الموضوع ده وانت نفذ المطلوب منك. الله الله، مش دي سوزي اللي جاية هناك دي؟ هي لما نشوف اخرتها ايه معاك ومعاها. ما تمشي عدل يا جدع، انت عمال تتلفت يمين وشمال ليه؟ بنتي يا حصول مش باينه خالص. ايوه تلاقيها مستنياك فوق. فوت يا اخويا، فوت قدامي، فوت. طندر ديري او طندر ديري يا ابطان. ده الواد ابياري. استنى حصول دي واحده، فين ميسون يا ابياري؟ ما جاتش معاك ليه يا ابني؟ ما ينفعش اقول لك كده قدام الناس. في ايه وغوشتني؟ لا مؤاخذه حضره السول، ارمي ودنك والنبي بعيد كده، اصله يعني موضوع عائلي. طيب يا سيدي لخص اهو. في ايه يا ابياري؟ هات ودنك بس. خد. يا ابياري عملت ايه؟ قلت للقبطان على كل حاجه، وزمانه دلوقتي بينفذ، وسلطان موضب اموره تمام. سلطان جوه من بدري، ربنا يستر. بقول لك ايه، خلي العربيه دايره، احتمال القبطان يطلع بين لحظه والتانيه. ايه ده؟ ايه ده يا ساتر يا ساتر؟ في ايه يا جدع انت؟ ماسك بطك ليه كده؟ مش عارف، الظاهر السندوتشات اللي ادهالنا الواد ابياري. بطني نهارك مدوح. اللاني اكلت منها؟ ايوه انت مش حاسس بحاجه ببطنك يا حصون؟ حاسس بطني مدوس وعايز كمان. انا كمان عاوز ادخل الحمام يا حصون. بس ده ممنوع يا اخويا، هتوديني في داهية. خلاص بقى خلاص، بس براحتك، انا اقدر استحمل، انما انت عيان والكتمة وحشة علشانك. بس مش هفك كلبشات، اديني قلت لك. المهم نفك الوجع اللي احنا فيه ده يا حصون. الحمامات يا حصون، بطل حزين فيك. يا ساتر يا ساتر يا حكالي، اشوف في الماسورة دي وادخل الدورة اللي جنبك. يا بطني، اي حركة كده ولا كده حضرب في المليان. يا بطني. بسرعة بسرعة. الهدوم اهي، والكلبشات فارح، ودي تفوتني يا قبطان. يا متهم يا متهم، انت اللي اسمك دردري، رد علي يا اخويا رد. ايوه حصول، ثواني بس. سمعني حسك يا اخويا كده، ما تسكتش، سمعني حسك. حاضر حاضر، تحب اغني لك النهر الخالد؟ ادي لبست الهدوم، هما فين؟ اول ما تطلع على الباب هتلاقيهم في عربيه زرقاء. وانت مش جاي معايا؟ وراك، بس اطلع انت بقى. انت يا متهم يا دردري، رد عليا يا ابن الزلط، رد. دردري انت فين يا دردري؟ يا خرب بيت يا دردري. الراجل الكبير اللي كان هنا من شويه. ايوه هو فين؟ دخل الطرقه دي مين؟ اهو القبطان جاي. افتح له الباب يا ابيار، وسلطان كمان جاي وراه. طب جهز يلا، احنا ناخدهم ونجري على طول. بسيم عاش من شافك من يوم الحكايه اياها، يعني رحت وقلت عدولي فينك وفين اراضيك. مدام سوزي، ممكن نتكلم كلمتين على انفراد؟ انفراد شكلك كده ما يطمنش. تعال تعال هنا جنبي. اسمعيني كويس، في ناس حاطينك في دماغهم ومركزين معاكي قوي. مش فاهماك يا بسيم، تقصد ايه بالظبط؟ ناس من اللي بيشتغلوا في المواضيع اياها، الاثار وال شش.
بقولك ايه، انت عارف البيت عندي ساعة زمن وتحصلني. خلاص يا بسيم، لو عاوز تجيب صاحبك ده يشتغل هاته، تحت امرك يا بسيم. يعني هربتوني من قلب النيابة ومش عارفين هتخبوني فين؟ كل اللي فكرت فيه اني اطلعك من الورطة دي يا بابا. والله انا خايف يا ميسون يا بنتي يكون هروبي ده ورطة اكبر، كده التهمة هتثبت عليا. وغير كده برضو يا قبطان، التهمة ثابتة عليك، الاستاذ فراج قال كده. فراج ده محامي تبت. المهم هنفضل نلف بالعربية كده كتير. طب بقول لكم ايه، ايه رأيكم نخبي القبطان في مكتب الاستيراد والتصدير؟ لا، المكان هناك مش امان واكيد البوليس هيفكر فيه. وبسيم تقريبا قاعد هناك الايام دي على طول. صحيح، هو فين الواد ده وما جاش معاكم ليه؟ انا اقولك، الواد بسيم اصله عنده مهمة تانية يقوم بيها، بس انا لقيت المكان اللي محدش يفكر انك هتستخبى فيه. رسالة دي من جلبهار يا ميسون؟ لا يا بابا، دي صديقة ليا من تركيا بتهنيني بعيد ميلادي. هو النهاردة يا حبيبتي؟ كل سنة وانت طيبة. معلش بقى، يبقى لك عندي هدية. انت هديتي يا بابا. ايه ده، كل سنة وانت طيبة. وانا كمان كل سنة وانت طيبة. وانتوا طيبين، طيبين قوي. وما رحت لهاش على بيتها ليه؟ انا قلت اجي اديلك خبر باللي حصل معاها. كنت كلمني بالموبايل يا اخي. والله صحيح، فاتت عليا دي. سامحيني، انا ما فكرتش غير في اني عاوز اشوفك. بيقولوا ان العقل الباطن بيكون له رغبات بتسيطر على تصرفات. بسيم، انت هتفضل تغني عليا كده كل ما تشوفني؟ سوزي مش غبيه، وغالبا هتكون رقبتك وعرفت ان انت مزقوق عليها مني. خلاص مفيش داعي تروح لها، مش هتوصل معاها الحاجه. يعني ايه؟ يعني انا فشلت في اول مهمه تكلفيني بيها؟ لا يا جلبهار، انا هروح لها وهعرف منها كل حاجه، بس اديني فرصه تانية. اوكي. شت، ميسون جاي. مساء الخيرات جلبهار هانم. مساء الخيرات بسيم. مساء النور يا حبيبتي. اهلا يا ميسون. طيب هروح انا اعمل اللي قلتي لي عليه يا جلبهار. جلبهار هانم يا بسيم. استاذن انا بسرعه كده قبل ما تعرف اخبار القبطان درديري. بابا في ايه يا ميسون؟ ايه اللي حصل؟ بابا هرب من قلب النيابة، الظاهر كده في حد هربه وبيساعده في كشف المجرمين اللي قتلوا صفية مراته ومرسي صاحب. اظن بقى كده فل الفل، القبطان في امان ومحدش هيفكر ابدا انه مستخبي في قلب شقته. صح، البت ميسون دي فعلا دماغها سم. انما مش ملاحظ يا سلطان، موقفها غريب قوي من الواد بسيم. لا هو غريب ولا حاجه يا ابو مخ شاورما. واحد هي عارفه انه هيتجوز امها عشان طبعا في فلوسها، وقبل كده كان بيجري وراها هي، تبقى تامن له ازاي؟ صح، ما عندك حق. الواد بسيم ده اصلا بقى عليه تصرفات غريبه، انا خايف عليه يودي نفسه في داهيه. يودي نفسه زي ما هو عايز، المهم ما يوديناش احنا معاه وياخدنا في رجليه. كلامك مش مريحني يا سلطان، ما تتكلم دغري. انا نفسي مش فاهم، حاسس ان بسيم هيعمل حاجه هنتكعبل فيها كلنا. طب والحل؟ نخلص عليه يعني ولا نعمل ايه؟ بص، احنا نراقبه كويس ونشوف، واكيد هنعرف هو بيبعد عننا ليه الايام دي. موافق، بس هنعرف مكانه ازاي دلوقتي اصلا؟ احنا نكلمه على الموبايل ونساله هو فين. قال يعني بنطمن عليه كده وكده يعني. مش مستاهله خالص، انا عارف هو فين دلوقتي. ايه الدماغ دي يا سلطان؟ فعلا الواد بسيم طالع من الفندق اهو. المهم رايح فين؟ الدار احسن ياخد باله. تاكس. والله وزهزهت معاك يا بسيم، بتركب تاكسيات الله يرحم. كليوباترا على البحر وراه. وبعد ما هربتي يا ميسون، تقدري تفهميني هتعملي ايه؟ هطلعه برا مصر بحالها، هوديه تركيا مثلا، وزي ما عملتي لي ورق اني بنته، هيتعمل له ورق بشخصية تانية يبتدي بيها حياته من جديد. وليه كل ده بس يا بنتي؟ ليه؟ عشان ما يروحش ظلم، كفاية انه هيعيش بقية حياته هربان. وانتي مالك؟ انتي صدقتي انه هو ابوكي ولا ايه؟ ايوة صدقت. تقدري تقولي ما صدقت؟ ما صدقتي؟ ما صدقت الاقي حل ينجي القبطان درديري وما يخلينيش ابلغ عن القاتل الحقيقي يا مدام جلبهار.